بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن شيء من قصص الأنبياء وشيء مما وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه بل أيضا تكلمنا عما وقع في حياة التابعين رضي الله تعالى عنهم ممن سار على ذاك النهج القويم الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لعلي أيها الأحبة الكرام أقف معكم اليوم على غاية عظيمة ينبغي أن يسعى إليها كل إنسان وهي خدمة هذا الدين ورفعة شأنه حتى يؤجر العبد عند الله تعالى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تمكن بدعوته في المدينة بدأ يرسل الناس إلى الأمصار يرسل الصحابة إلى أمصار متعينة هذا يرسله إلى مصر ذاك يرسله إلى الشام هذا يرسله إلى اليمن ذاك يرسله إلى العراق ويبينون للناس الدين ويدعونهم إلى عبادة رب العالمين أرسل واحدا من الصحابة إلى وادي نعمان وادي نعمان هذا هو واد بين مكة والطائف الذي عليه اليوم طريق الهدى أرسل هذا الصحابي قال تجد هناك أعراب في بواديهم كفار يعبدون اللات والعزى ويتقربون إلى الأصنام اذهب إليهم وادعوهم إلى الله تعالى مضى ذلك الصحابي فجاء فإذا أعراب في بواديهم أحدهم لا يعرف إلا الإبل والغنم وما يتعلق بذلك بدأ هذا الصحابي يدعوهم إلى الإسلام ونبذ عبادة الأصنام فكفروا وتولوا وقالوا كيف نترك عبادة ما يعبده أباؤنا وأجدادنا لأجل رجل جاءنا فقط بدين جديد كلهم قد أعرضوا عن ذلك إلا رجل واحد منهم مضى من ساعته وركب على ناقته ضرب جنبها فمضت به حتى وصل إلى المدينة مشى من الطائف حتى وصل إلى المدينة قرابة أكثر من 500 كيل فلما وصل هو أول مرة يدخل إلى المدينة بدأ يلتفت يمين ويسار ما يدري أين يذهب سألهم قال أين ذاك الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا له ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي في المسجد اذهب إليه مضى هذا الرجل حتى وصل إلى المسجد ثم عقل ناقته عند باب المسجد ثم دخل بدأ يلتفت يمين ويسار ما يدري ماذا يقول فبدأ يصيح أين الذي يزعم أنه نبي أين محمد بن عبد الله فصاح له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها أم فجعل الناس يشيرون لهذا الرجل قال له رجل هل ترى ذلك الرجل الأبيض المتكئ قال نعم قال ذاك هو محمد بن عبد الله قال ذاك الذي يزعم أنه نبي قال نعم فمضى ذلك الرجل يتخطى الصفوف حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد الصحابة يقول دخل الرجل يتكلم عن هذا الرجل الداخل يقول دخل هذا الرجل نسمع دوي صوته ولا ندري ما يقول يعني نسمع ضجة لصوته ولا ندري ما يقول فنظرنا إليه فإذا هو أعرابي له عقيصتان أي له جديلتان شعره طويل وقد جعله جديلتين أقبل هذا الرجل أيها الإخوة حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ ينظر إليه وينظر إلى الصحابة من حوله ثم قال أيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم ها أم أنا محمد قال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال نعم أنا الذي أزعم أني نبي قال فإني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي يقول أنا سوف أسألك أسئلة وسوف أغلظ عليك أنا ما عندي أسلوب ما أعرف أقول لو سمحت لو تكرمت من فضلك لطفا هذه الأمور لا أعرفها لكني سأتكلم معك بما أتكلم به مع الأعراب عند قومي فلا تجدن في نفسك علي لا تزعل علي قال صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك فقال ذلك الرجل يا محمد من رفع السماء قال الله قال فمن بسط الأرض قال الله قال فمن نصب الجبال قال الله قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله بعثك إلينا رسولا قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا أن نترك عبادة الأوثان والأنداد التي يعبدها آباؤنا وأن نعبد الله وحده لا شريك له قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال فأسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا أن نصوم رمضان أن نزكي أموالنا وبدأ أيها الأحبة يعدد للنبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وشرائعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم 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 حتى إذا انتهى من كلامه قال ذلك الرجل فأنا ضمام ابن ثعلبة
أخو بني بكر بن سعد رسول قومي إليك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ما ذكرت لي ولا أنقص منه. قال صلى الله عليه وسلم: أفلحت. فمضى ذلك الرجل، ولى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ومضى ماشيا متوجها إلى ناقته، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: أفلح ذو العقيصتين إن صدق. العقيصتان هما الجديلتان. مضى ذلك الرجل، ما جلس إلا هذه الدقائق فقط عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى نتيجة هذه الكلمات التي سمعها، لأنها وافقت قلبا صالحا فتمكنت. أقبل ذلك الرجل على ناقته، ركب عليها، أطلق عقالها، مضت به ناقته. وصل الرجل حتى بلغ ديار قومه، مضى حتى إذا وصل ديار قومه في وادي نعمان، 10 أيام وهو ذاهب و10 أيام وهو راجع، وفي ذلك الزمان كانت الأخطار تحيط بهم في أسفارهم. فلما وصل إلى ديار قومه فرحت زوجته وأقبلت إليه تسلم عليه، قال لها: إليك عني، تبا لله تبا للعزة. قالت له: يا ضمام، اللات والعزة، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. كانوا يرون لجهلهم أن الذي يسب اللات والعزة تصيبه بهذه الأمراض. قال: والله إنها لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع. ثم ما زال بزوجته حتى أسلمت، ثم مضى يمشي حتى وصل رضي الله تعالى عنه إلى دار أبي. أقبل عليه أبوه يسلم عليه، قال له: يا أبي، إليك عني، تبا لله تبا للعزة. قال: يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون، اللات والعزة، إلهك وإله آبائك، طالما تقربت إليها وسجدت بين يديها كيف تسب اللات والعزة؟ قال: يا أبتي، إنها لا تضر ولا تنفع. ثم لم يزل يدعو أباه حتى أسلم أبوه. ثم لا زال أيها الإخوة والأخوات يسير في ديار قومه يدعوهم إلى الله ويحذرهم من عبادة الأصنام، يبين لهم الحق وينهاهم عن الباطل، حتى ما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. لاحظ معي: ما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. أيها الأحبة الفضلاء، أسألكم سؤالا: ما هي مقومات الدعوة التي يحملها ضمام بن ثعلبة؟ ما هي مقومات الدعوة؟ هل كان معه ماجستير في الشريعة أو دكتوراه في أصول الدين، أو كان عضوا في رابطة العالم الإسلامي، أو أمينا عاما لهذه الرابطة، أو كان عضوا في مؤسسات إسلامية أو نحو ذلك؟ ما كان ينتسب إلى أي مؤسسة إسلامية ولا إلى رابطة إسلامية، ولم يحضر مؤتمرا إسلاميا، بل زد على ذلك والله ما قرأ كتابا ولا سمع شريطا ولا حضر ولا خطبة أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رجل لما علم بهذا الحق حرص على أن يدعو الناس جميعا إليه. يقول الراوي: ما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. أيها الإخوة الكرام، كيف استطاع ضمام بن ثعلبة أن ينجح في دعوة الناس وفي جرهم إلى الخير؟ بل كيف استطاع أبو بكر، كيف استطاع عمر، كيف استطاع عثمان، علي، طلحة، الزبير، غيرهم من الصحابة؟ بل كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل هم هذا الدين حتى بدأ الدين برجل واحد وصل اليوم إلى أكثر من مليار، ونسأل الله تعالى أن يزيد عدد المسلمين. أفلا يحق لنا أيها الأحبة أن نتفكر جميعا كيف استطاع هؤلاء أن يبلغ الله تعالى لهم الدعوة إلى هذه الأماكن؟ أنا أعطيكم بعض الضوابط في ذلك. من أهم هذا أنهم أيها الأحبة الكرام كانوا يعيشون لأجل هذه القضية، يحيون من أجلها، يموتون من أجلها، ينامون وهم يفكرون فيها، يستيقظون وهي تشغل بالهم وأفكارهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عاش وهو يدعو إلى الله، فلما طعن رضي الله تعالى عنه وصار على فراش الموت، وكان قد طعنه أبو لؤلؤة المجوسي كما سيأتي معنا إن شاء الله في حلقة قادمة قصة وفاته، طعن رضي الله تعالى عنه 3 طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، وجر أبو لؤلؤة المجوسي الخنجر لما طعنه تحت سرته. أتاه الطبيب ليتأكد من هذه الجروح فأسقاه لبنا، فلما أسقاه اللبن خرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته. علم الطبيب أنه ميت لا محالة، فجعل الناس يدخلون عليه ويسلمون عليه. دخل عليه أيها الأحبة الكرام شاب، أقبل على عمر، قبل رأس عمر وودعه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا، والله لقد حكمت فكان حكمك عدلا، وصاحبت النبي صلى الله عليه وسلم. أثنى على عمر بن الخطاب ثناء حسنا، ثم ولاه ظهره وأراد أن يخرج عمر والإخوة على فراش الموت.
التفت إلى هذا الشاب ينظر إليه، فإذا هذا الشاب ثوبه تحت الكعبين، يعني قد أسبل إزارة. عمر الآن مطعون وجراحه تنزف دما، ويهمه أمر الخلافة من بعده، والناس من حوله يبكون، وهذا الذي طعنه قد أفضى إلى ما قدم، أمور عظيمة تشغل باله. لكنه لما رأى ذلك الشاب ثوبه تحت الكعبين قال: ردوا علي الغلام، وهو ما يكاد يطيق، قال: ردوا علي الغلام، ردوا علي الغلام. فردوا عليه الغلام، فلما أقبل ذلك الغلام، ذلك الشاب أقبل على عمر، قال له عمر: يا بني ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لقلبك وأبقى لثوبك. نصيحة وهو على فراش الموت يقول: قصر ثوبك فإنه أتقى لله تعالى. ثم إن ذلك الشاب قال: جزاك الله عنا خيرا، تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت على هذا الحال. كم منا أيها الأحبة الكرام يرى بعض الناس على منكراتهم، يراهم يقعون في المحرمات، إما في كبائر من زنا وشرب خمر وأكل ربا، أو أحيانا من نظر إلى محرمات، أو استماع إلى محرمات، أو غير ذلك. نحن أيها الأحبة الكرام ماذا بذلنا لأجل نصح هؤلاء وتوجيههم وردهم إلى الحق الذي ينبغي نحن أن ندعو الناس إليه؟ بعض الناس إذا تكلمنا معهم عن مثل هذه المسائل قال: يا شيخ لا تشدد على الناس، لا تشدد عليهم، لا تقول يا شيخ لا يجوز أن تسمعوا المعازف، لا يجوز أن تنظروا إلى النساء، لا يجوز. يا أخي الكريم، إن المسألة شرع من الله سبحانه وتعالى، لست أنا الذي شرعته، بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه، ولا فلان أو فلان من الناس هو الذي شرعه. وأنا أعطيك مثالا أرد به، وأرجو أن تركزوا معي قليلا، أرد به على أولئك الذين يقولون الإسلام شدد علينا كل شيء حرام. أنا أعطيكم مثالا الآن، لو طلبت منكم أيها الأحبة الكرام أن تعدوا معي ما هي الأشياء التي حرم الإسلام أكلها، عدوا معي، لن تستطيعوا أن تصلوا إلى خمسة: هذا لحم الخنزير، وهذا الميتة، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، ها انتهى. طيب أعطوني الأشياء التي أحل الإسلام أكلها: هذا الخبز، وهذا الكعك، وهذه أنواع الفواكه، وهذه أنواع الخضروات، وهذا لحم الجمل، وهذا لحم البقر، وهذا لحم الغنم، وهذا لحم الدجاج، لحم الأرانب. ولو ذهبنا نعد لاحتجنا إلى ساعات طويلة حتى ننتهي. إذن الإسلام ما ضيق عليك شيئا في الطعام إلا فتح لك آلاف الأبواب في الحلال. طيب تعال عد معي الأشياء المحرمة التي حرم الإسلام شربها: هذا الخمر، غيره الدم، غيره، انتهينا. طيب انظر إلى الأشياء التي أحل الله تعالى شربها: هذا اللبن، وهذا الحليب، وهذا عصير البرتقال، وهذا عصير الموز، وهذا عصير كذا وكذا، وهذا الماء، وهذا، ونبدأ نعد وقد لا ننتهي أبدا. إذن الإسلام حرم عليك شيئين لكنه أحل لك آلاف الأشياء. تعال إلى الأشياء التي حرم الإسلام لبسها على الرجال، مثلا حرم الحرير وحرم الذهب، ها هناك شيء آخر. طيب تعال عد للأشياء التي أجاز الإسلام لبسها: عندك الصوف، القطن، النايلون، التترون، إلى غير ذلك. إذن أيها الأحبة، لما نتكلم عن إنكار المنكرات أو نتكلم عن الأمر بالمعروف ودعوة الناس إلى الخيرات، ينبغي أن نتصور فعلا أن الله تعالى وسع للناس في هذا، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ونيسرك لليسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ونحن إذا انتبهنا إلى هذا أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أن بعض الناس قد حيل بينه وبين العلم الشرعي، تجد أنه يقع أحيانا في بعض المحرمات لكنه ما يعلم بأن هذا الشيء محرم. طيب إذا أنا ما نبهته وأنت سكت عنه وهو لم يحرص على طلب العلم ولا على تعلمه، فإن الإنسان سيبقى بعد ذلك على جهله. وإن كان بعض الناس قد يعلم بعض الأشياء أنها محرمة لكنه يكابر عنها. أذكر مرة من المرات أننا أفطرنا في رمضان عند أحدهم، ثم وكان المجلس مليئا بالناس، فلما أكلنا التمر فقط والماء قبل أن نصلي المغرب وقبل أن نشبع من إفطارنا ومن طعامنا، قام أحدهم وأخرج علبة الدخان ثم أخرج سجارة وضعها في فمه. فقلت له: يا أخي الآن نحن على إفطارنا ونحمد الله تعالى على أن وفقنا للصوم وجعلنا من المسلمين، بدل أن تشكر الله تعالى وتقوم تتوضأ لصلاة المغرب تدخن، ما تخاف الله تعالى؟ فالتفت إلي ثم قال: أصلا الدخان ليس حراما. قلت له: ليس حراما؟ قال: ليس حراما. قلت له: طيب أنت أطفئ سجارتك وأنا أعطيك 16 دليلا من القرآن واثني عشر دليلا من السنة على أنه حرام. قال: هذه الأدلة كلها؟ قلت: نعم، لكن أطفئ سجارتك.
أطفأ سجارته، ثم سقت له بعض الأدلة، من ذلك مثلا قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكلنا مجمعون، العقلاء وغير العقلاء، المسلمون وغير المسلمين، على أن الدخان من الخبائث. ثم قلت قول الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، وهذا من التبذير بلا شك، أن ينفق المال في غير مصلحة، لا في دين ولا في دنيا. وقول الله تعالى: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، إلى غير ذلك من الآيات. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، إلى غير ذلك. لما سقت له أيها الأحبة قرابة العشرة أدلة، نظر إلي ثم قال: والله العظيم يا شيخ محمد، أني أعلم أن الدخان حرام، لكنني أكابر لذلك لأنني لا أستطيع أن أتركه، لذلك أنا أقول. ثم تاب لله الحمد بعد ذلك. لكن أقول أيها الأحبة، لو أننا جميعا حملنا هذا الهم كما حمله عمر عند موته، حمله ضمام بن ثعلبة لما مضى من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، كم منا نرى أيها الأحبة من إخواننا، من جيراننا، من أصدقائنا، من زملائنا في العمل، ممن نراهم في الطرقات إلى غير ذلك، كم نرى من هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي ومع ذلك لا نحرص على الإنكار إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما رواه أبو داود: إن الله تعالى ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول له: يا عبدي، ما منعك إذ رأيت منكر كذا وكذا أن تنكر؟ ما الذي منعك؟ ما الذي منعك؟ فيقول: يا ربي، خشية الناس، يعني يا ربي إحراج أني أنكر عليهم. فيقول الله تعالى: فإياي كنت أحق أن تخشى. ثم يأمر الله تعالى بعذابه. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لبعض أصحابه، قال له: أيحبك جميع جيرانك؟ قال: نعم. فقال له: إذن أنت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. قال: لماذا؟ قال: لأنك لو كنت تأمرهم جميعا بالمعروف وتنهاهم عن المنكر لوجد بعضهم في نفسه عليك فاحتجت إلى أن ترضيه عنك. وهذا واقع، إذا كان الإنسان يأمر هذا وينهى هذا لا شك أنه قد يقع منه بعض الضرر أو يقع منهم بعض الضرر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال في آخر الآية: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيها الأحبة الكرام، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى قال عليه السلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولا شك أن الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كلام يطول، ولعل الله تعالى أن ييسر له إن شاء الله تعالى حلقات قادمة. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقني وياكم لكل خير، ونيجعلنا جنودا لهذا الدين، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.